ثلاث مرات مرتوني أربعة. فشلون تقبلت هذا الموضوع؟ شلون تعاملت مع الإشاعات اللي أشيعت عنك؟ يعني أعتقد بفترة ما أصبت بالسرطان. سرطان. صحة وسلامة لك، وأعتقد حاليا الحمد لله فضل يعني الله وبركة الإمام الحسين نعم عليه السلام. زين. نسأل عن الإشاعات اللي أثيرت حول موت وفاة هاشم سلمان. ثلاث مرات مرتوني. أربعة. فشلون تقبلت هذا الموضوع؟ شلون استقبلت هذه الإشاعات؟ الأقارب أعتقد بوقتها ظلوا يتصلون بك. أي كل الناس من الخارج ومن الداخل. هي آخر وحدة قوية كانت وحدة مسوية لاقية قبر اسمه الزاير هاشم سلمان قاص التاريخ ولها وماخذ صورة مسويتها قبل العيد بيومين بس صارت لي مقالب هواية بيها. جيت شفت هذا أنا أساساً دخلت علاقة الله يرحمني بس غير تقولوا لي هاي خاف مو أني خاف غيري وعلقت على هاي للضحك بس اتصالات تعبتني من الخارج لا بصمة اللي يتصل اللي كذا يا أبا ماكو شيء إن شاء الله لا دز لي بصمة هل أثناء يعني حتى بوقتها رحت للنجف بعيد صاد أزور فذبوا السيارة قريبة على المقبرة ودا أدخل للحضرة فالحرس سيطرة ضجة قوية ميت هاي قلت لهم إيه أنا المرحوم هاشم سلمان هذا قبري نازل مجاز أزوره وأرجع إيش سوينا مر أحد الأصدقاء المقربين حمدي يدق علي ما جاوبت لي أنت تعبت من الاتصالات أستاذ علاء أبو الساعات يعني تحياتنا إلى صديقي كلش يومية يما أني بداخل يوم أنا ما أجت لأن عطلتني يدق ما خلوا إجي للبيت قلت خلاص استثمرها هاي مو مال أعوفها هيش زين تحت الباب ها شلونك الحمد لله على السلامه شو كيفك شكلك اهلا تفضل لا عفو بس استنى قلت له تفضل ما حد اكو بالبيت خيرك في صوتك قلت له تفضل استريح سجلت الباب على تخوش ادمي خير امك منو خافك احد بالبيت قلت له لا حد ماكو بس ثاني وانت راح تطلع منها وما حد يشوفك انا روح هاشم سلمان انا مو هاشم أنا ميت بس اشتاقيت لك اليوم ما اجيت عليك أنا راح أروح قمت أرجع 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 قلت خلي كافي بس اجتني فكرة أن أطور الموضوع زين طلعت من الباب مفتوحة تعرف شقق والمصعد بصفة أكو مكان مال الحاويات هذا ختلت بي باوع تأخر ما شنو سال هاشم طلع برا ماكو صوت ولا أسمع ركض من الدرج دزل ماكو احد الباب مفتوح وهذا وطلعت مدت راسي بشو هلا امشي لا انا حكت ومن صعدت بالسياره صاعد هي بوقتها من صاعد بال شو اسمه كوستر مال الاسكان فدا اصعد يمه برا شرك مره قلت له خير يمه قالت يمه انت مو ميت قلت له عفوا الكوستر مو مال موته يو برا الشرك خليها توزع ثاني بالشقم عفتها ورحت طلع بالي مال موته ذولا قاموا يضحكون يبوعون عليها فمواقف الصحه والسلامه لك والعمر فقلت لها انا هي دخلنا عليها شو اسمه اتصلت بيها ست مروه قالت لي ليش ايش تنشرين قلت لها مسحي وسويتي لنا اشكال قلت لها مخابيل عقال انا 60 واحد البيج مالتي هسه 85 الف متابع وفعلا اكو ناس يستثمرون هذا قلت لها خليها لا ايش سوي فعلا.